أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية بدء عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تنفيذاً لبنود اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة. وقالت الخارجية إن سبل استخدام الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف طهران، وأضافت أن البنك المركزي الإيراني ستكون له الصلاحية المباشرة والكاملة ليتخذ القرار بشأن الأموال المفرج عنها. وكالة فارس للأنباء قالت إنه من المقرر تحويل الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لأحد المصارف السويسرية قبل تحويلها إلى مصرفين في قطر. وبخصوص ملف السجناء، أوضحت الخارجية الإيرانية أن عددا من السجناء الإيرانيين الذين تحتجزهم أمريكا سيفرج عنهم قريبا، فيما أكد البيت الأبيض أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لإيران فعله بالأموال المفرج عنها وفق الاتفاق الأخير. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الولايات المتحدة ستكون على اطلاع كامل بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يفرج عنها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.